طبعا عبد السلام على المي كوميونيتي، اول شيء تشرفت فيك عبد السلام. طبعا يقول لي يتابعني من ايام 400 مشاهده تقريبا، قاعد اتكلم عن عام 2010 الله يجزاه خير. ولكن انت المي كوميونيتي مجتمع شاومي نفسه، اي نعم، كم صار لك تستخدم اجهزه شاومي؟ تقريبا لسنه ونص ما شاء الله. اي نعم. وكيف الاجهزه معك؟ ريدمي 5 بلس جربته؟ لا لسه، بس المي ميكس 2 مجنون، بطاريه وذاكره شيء خرافي، ما في لاج ما في تعليق ما شاء الله. إيه؟ الله يبارك رب العالمين. خلينا نعطيكم تفاصيل اكثر عن وش الجهاز بالضبط اللي طلعوه شاومي بالشراكه مع جولي شيك هنا في المملكه. طبعا للتلخيص، الحين نفس الشاومي ريدمي 5 بلس الجوال بيجي بنسختين في المملكه العربيه السعوديه، وما شاء الله عليهم جولي شيك قدروا يجيبوها، فيعطيكم العافيه عشان قدرتوا تجيبوا الجهاز. الله يعافيك. وجبته بسعر ارخص من الصين، كيف ضبطت معاكم؟ يعني كان جزء كبير من موضوع المفاوضات اللي قدرنا نحن نضبطه معهم، انه القاعده الجماهيريه الكبيره لجولي شيك في السعوديه قدرت تكون هي الجزء الاساسي اللي خلى المفاوضات تكون لصالحنا وانه نقدر نجيب بهذا السعر. الله يقويكم يا رب. طب من ناحيه البيع، البيع من الحين البيع بيوم 22 و29، وبرضه بعطيكم تفاصيله لاحقا باذن الله ومع خصائص الجوال عشان نشوف يستاهل ولا لا. وانت تبغى تستثمر فيه، ايش تستثمر فيه بالضبط؟ بعطيكم اياها لاحقا باذن الله. يعطيكم العافيه. شكرا لكم. شكرا. والحين الحمد لله.